بلدي تشاد تاني ما تشيلهم مثل مدريد تحكي تتكلم الشعب الجاري أصله ما تشيلهم مثل مدريد تحكي تتكلم الأفكار تتولد كلما يتكلم الواحد فينشئ فينا يعني فكرة جديدة، وهذا يعني يدل يعني على رغبتكم واهتمامكم بهذا الموضوع. فأقول يمكن ثاني لقاء وليس الأخير، ونحن يمكن ننظم أولا يعني أنا نحاول حتى يمكن نلقى سفريات أو إقامة شيء طويلة في جدة، لأن ما زال يعني كل ما جيت فنرجع كأن ما خلصت برنامجي، ولكن العمل يعني يجبرني حتى يمكن نرجع بالسرعة إلى الرياض، وإن شاء الله في المستقبل نأتي وقت طويل حتى يمكن يعني نتعرف أكثر، وكمان نلقى وقت حتى نعمق في هذه المواضيع. ولا شك يعني أن هذا الآيق اللي نعيشه فهو عاش معانا سنين طويلة، ويمكن من خلال جلسة أو جلستين أو ثلاثة نقدر يعني نحيط بالجوانب كلها ونلقى يعني نظرية كاملة في خطتنا للمستقبل. في حاجة لنقاش طويل، لحوار طويل، في حاجة كذلك يمكن نفرع مواضيعنا حتى يمكن كلما يمس حالة الجالية، كلما يخص حالة الجالية نقدر ندي فيها نظرتنا. فإذا يعني نعطيكم الفرصة الإعلاميين أو المتفكرين أو المتدرسين، لكم الفرصة الآن، فنحن نغتنمها جميعا، لأن ما ممكن أقول يعني كل مرة أن أدير مسائل أو شؤون الجالية ولم نسمع من الجالية. لابد نسمع منكم، لابد نكون معكم، نختلط، بعد ذلك نقدر يعني نحصل مزيد من المعلومات حتى توفقنا يعني نجسد أفكار سليمة وقرارات رشيدة فيما يخص أمر الجالية. نحن رايتنا مزقولة، والآن نريد جميعا نرفعها، ولا ما كده نرفع رايتنا، فهذا يتطلب مننا كثير نظرا لما حدث لما جرى في هذه السنين كلها. ولكن المهم عندنا رئيس في تشاد سابق سموه فرانسوا تمبلباي ونغرتا تمبلباي، لعلكم كلكم تعرفوه، فهو يقول بالفرنسية on ne nous reproche pas d'avoir tenté et échoué mais on nous reproche de n'avoir pas osé. يعني قال لا ما يزمونا أن نحاول
نخطأ أو نفشل، ولكن يذمونا إذا لم نحاول. فإذا نحن نحاول لإيجاد الحلول ربما سهلة، ومشكلة التعليم بدأنا بها لأنها أساسية. الحرم من التعليم حرم كل شيء، ومن الابتدائي إلى الجامع لابد أن نفكر لإيجاد الحلول. فإذا سمينا الاقتراحات، وربما أقول سجلت الآن، فنحن نبني عليها. وبدأنا الآن يعني بالمدرسة، مدرستكم المعروفة. فأنا لما جيت وطفت في المملكة فسجل كثير يعني طلبات وكذلك اهتمامات الجالية، ومن ضمنها يعني تعليم أبنائنا. فقلت يعني مدرسة واحدة لا تكفي، لابد نحتاج مدارس. فإذا وفرنا المدارس لابد كمان تكون مدارس قيمة وجيدة. وإذا نريد يعني نؤسس مدارس أخرى، فأولا نبدأ بتحسين المدرسة الموجودة. إذا نحن جبنا التعديلات ووفينا كل الشروط وهذه المدرسة أصبحت يعني مدرسة نظامية، وجددنا رخصتها لأن عندها 3 سنين بدون رخصة، واحتمال يمكن يعني لو ما فعلنا شيء من هنا لآخر السنة ربما تغلق. فإذا نقول نبدأ بها نؤهلها، ثم عندنا الحجة حتى نطلب مساجد افتتاح مدارس أخرى. ولذلك الآن بدأنا، فمن اليوم أول قرار صدر يعني أينا مدير عام جديد. ما نقول مدير عام لكن نقول مدير عام. ها عينا مديرة الأخت حليمة الجوني. فهي الآن يعني زي ما تعلم مديرة عامة نائبة في المدرسة القينية، ويمكن يعني تشيل العمل في شهر مايو لأن تخلص السنة الدراسية التزامات وتشيل الأمل. فهي متأهلة، وأنا لما جيت قلت جيبوا لي السيرات الذاتية. فأولا طلب من المدير الحالي وما وجدت سيرة أخرى إلا سيرتها، ووضعتهم في الميزان ومن بعيد أشوف. فإذا الوزن يعني سار إلى أخذنا هليمة، فتم تعيينها. وكذلك في بعض يعني تعديلات يعني إدارية على مستوى المدرسة تمت. فعندهم ويمكن يعني نحسن كذلك يعني نعمل بعض التعديلات يعني في مجلس الإداري، وكذلك يعني نريد كذلك نحيي مرة ثانية لجنة ولاة الأمور الطلبة. من هنا يعني كمان لابد ليس فقط في جانب يعني الإداري والمالي، لكن في جانب الأكاديمي زي ما ذكرتم من تكدس من تنظيفات وكل شيء نحاول نحسنها من هنا إلى آخر السنة ومع الفرقة الجديدة. فإذا يعني هذه المدرسة يعني أمانة،
وزي ما ذكرتم كثير من أبناء الجالية مروا بهذه المدرسة. أتتركون هذه المدرسة وتغلق وأنتم يعني متفرجين؟ فإذا بالأمس ما عندكم فرصة حتى تلقوا كلمة عن هذه المدرسة، اليوم ما المدرسة لكم؟ والمدرسة يعني عنوان الجالية، فكلكم أحيانا تتحرجوا، فإذا صارت مناسبات ولم تجدوا مدرستكم فيصير ألم عندكم. ونذكر كثير، لماذا؟ لأن في تعلق هناك، في يعني اهتمام بهذا الشيء. والآن جاءت يعني الفرصة، وكل من 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 أفراد الجالية لابد يكون لهم يعني نظرية وفكرة حتى هذه المدرسة تتطور، ونستطيع كذلك ننشي مدارس أخرى. هذه المدرسة لا تكفي حتى لجدة، نحتاج في جدة يمكن فروع واحد فرع أو فرعين، يمكن ناس الرياض منتظرين، ناس القسيم منتظرين، لأن زرناهم ولما سمعوا هذا الكلام فرحوا جدا، وكذلك يعني ناس المدينة وربما يمكن الطائف أو مكة يحتاجوا. فإذا ده طلب يعني واقعي، فكيف نوفره؟ وما فقد يعني التعليم الابتدائي أو الثانوي، فما تركنا ميدان وإلا أفكارنا جرت فيه فيما يخص التعليم العالي. فأنا قلت الحمد لله عندنا الآن المركز للدراسة عن بعد، ولكن نظرا للطلبات هذا حل وليس بكافي. أولا المركز يحتاج تطوير، فالآن يعني جاء الطلب في الحال يعني لفروع إعلام وربما كثير. فإذا يعني نحن نتفكر كيف هذا المركز كذلك يتطور، ولكن كيف نحن خلال هذه اللقاءات يمكن نرفع تقرير واسع حتى يبين احتياجات الجالية فيما يخص التعليم العالي. وهذا التقرير يمكن نرسله لوزير التعليم العالي، ويمكن نعرضه لصاحب الفقامة يعني الرئيس دريس دي بإذنه، حتى كما نتفكر لأبنائنا داخل البلد فلا بد يكون فكر خاص. لأن أقول وكل مرة أن حالة الجالية في السعودية حالة استثنائية. فإذا بدأ السير والقطر انطلق، فكل واحد إن شاء الله يجي ويعمل كونكشن حتى كلنا نساهم لإيجاد الحلول الطيبة الحدود الرشيدة لمصلحة يعني جاليتنا. وأنتم الآن مكلفون، ليس هذا أمر السفير. أنا أقول كل مرة أنا موظف، يمكن سنة أو سنتين نقول يا أحبابي السلام عليكم، ولكن نبني شيء لمستقبلنا ولمستقبل الجالية. والإنسان اللي يحرم جاليتنا من هذا الخير هو الذي يجلس في الطريق ويرى القطر يمر ولا يعمل الكونكشن. فإذا أقبلوا مني هذه المسؤولية، وكل واحد يشعر أنه السفير. كلكم كلكم تشعروا بهذه المسؤولية، ولا شك يعني إذا توحد الفكر
واجتمعنا في المشروع فنلقى الحل ونقدم يا ليدنا ولا شك يعني ونقدم بلدنا. وشكرا. مشاهدي بوابة النهضة الشادية أينما كنتم حللتم أهلا وطبتم سهلا. بعد الجولة المكوكية التي قام بها سعادة السفير رئيس جمهورية تشاد عثمان مطر بريما ما بين الرياض وجدة والقصيم والمدينة المنورة، ها هو اليوم يجتمع بأبنائه وبناته الأكاديميين والأعلاميين هنا في منزل القنصل العام التشادي بمدينة جدة لمدارسة الأوضاع الجالية وكذلك إعطائهم المسؤولية حتى يبينوا للجالية التشادية أهمية احترام قوانين وأنظمة الدولة المضيافة هنا بالمملكة العربية السعودية. وكذلك أقيمت على هامش هذا اللقاء ورشة عمل بإعلام أكاديمي والذي إن شاء الله سيرى النور قريبا جدا وتستفيد منها أبناء الجالية التشادية. إذا مشاهدي بوابة النهضة التشادية معالي سفير جمهورية تشاد يلتقط هذه الصور التذكارية الجميلة الرائعة مع أبنائي وبناتي هنا بمدينة جدة في منزل القنصل العام التشادي شير نورمي. إذا كانت لحظات جميلة جدا ورائعة هنا بمدينة جدة عاشها سفير جمهورية تشاد بكل تواضع واحترام وتقدير، وقد استقبل معاليه من أبنائه وبناته هنا بمدينة جدة وناقشنا سويا عن التعليم وكذلك عن الإعلام وأهمية هذا التعليم والإعلام، وشدد معالي السفير بتطوير المدرسة التشادية العالمية هنا بجدة أن التعليم هو ركيزة مهمة جدا لكي تتطور الأمة التشادية. وأعلن خلال هذا اللقاء الجميل أعلن مديرة المدرسة التشادية العالمية القادمة حليمة غوني الناشطة التربوية التي قامت بتعليم أبناء الجالية التشادية والأفريقية هنا بالمملكة العربية السعودية لأكثر من 15 عاما. إذا نقدم التهاني لحليمة غوني المعروفة بمدام حسن، نقدم لها التهاني والتبريكات وكذلك باسمي وباسم بوابة النهضة التشادية. أحبتي المشاهدين والمشاهدات نتقدم لكم بالشكر الجزيل، دمتم في رعاية الله وحفظه. علمنا الوحدة تبقى لنا علم، 20 سنة والله ما في ندم، حلفنا الوحدة تبقى لنا علم، إن شاء الله نعيش تشاد تسلم، بلدي تشاد.